اروح للناس في الشارع سالناهم هو انتوا ليه متخوفين من قانون او من ضريبه القيمه المضافه؟ شوف الناس قالوا ايه. انا مع حضرتك. اي حاجه دلوقتي بقت غاليه، الواحد بينزل يجيب حاجه بسيطه بقت غاليه جدا. يعني اي حاجه الواحد بقى ينزل يجيب الحاجه البسيطه تطلع مثلا مش عارفه بكام، والحاجه بقت غاليه جدا. كل يوم في الغلاء وكل يوم في الغلاء، واحنا موظفين المرتبات بتاعتنا على القد. يعني القيمه المضافه مثلا ديت هتزود كل حاجه على الموظف او على يعني على المواطن اللي هو البسيط او المرتب بسيط، او مثلا الناس والدوله برضو تبص على الناس اللي هي مش شغاله تشتغل باليوميه مثلا، ده هيزود عليهم كل حاجه، المنتجات الغذائيه هتزيد عليهم، كل شيء هيزيد عليهم. اعباء على الناس الغلابه، والمفروض الضريبه دي تضاف على الناس الاغنياء مش على الناس الغلابه اللي هم مش لاقيين يشتروا الخضار، ولا مواصلات بتزيد وكل حاجه اسعار زايده، يضيف على الغلابه ايه تاني؟ فلوس يا عم ده المرتب مش مكفي المعيشة أساسا، قالوا في زيادة 10% ولا في زيادة حصلت ولا أي حاجة، والأسعار مرتفعة بطريقة فظيعة، يبقى إزاي بقى هيفرضوا تاني ضرايب وحاجات زي كده؟ طبعا الناس كلها في يعني مفيش العملية يعني معاهم ميح، ما تعبانة كلها، لأن طبعا الموظف بالذات تعبان، موظف تعبان طبيعي، فمش ناقص يعني فرض الضرايب أكتر من اللي هو فيه. الناس بتعاني كتير قوي من المواضيع دي، وحتى لما بيجي يزود مثلا 20% في ناس ما بتزودش 20%، تزود 50% 70%، فالناس بتحس ان هي تعبانه يعني. انما لو القيمه اللي مضافه يعني خلى حاجه ب 10 جنيه خليتها ب 12 ممكن الناس ما تحسش قوي، غير لما بتخليها ب 15 ب 17 ده بيبقى تعب وشاع على الناس. فرض الضرايب الجديده دي يعني مش حاجه لسه جديده، يعني دلوقتي انا ما باخد 1000 جنيه اما ادفع منهم مثلا 10 جنيه، غير ما واحد يستلم بالالوفات ولا بالملايين، ويبني كباري وصحه ومش عارف ايه، ما هو بياخدوها للصحه والحاجات دي والبنيان السافله، هو يعني ال 10 جنيه مش هتاثر مع فرض. قانون القيمه المضافه التوقيت بتاعه حاليا مش مناسب جدا، نتيجه ان الاسعار معظم السلع زادت اوريدي، يعني تقريبا كلها ما زادت، فاحنا في الحاله دي ان لو بصينا ان القيمه المضافه ان سعر الضريبه هيبقى 14%، فده هيزود من الاعباء اللي على المواطن المصري في الوقت الحالي، فاعتقد ان الحكومه يعني تبص لمصادر اخرى لزياده مواردها بعيد عن المواطن المصري اللي هو العادي. المواطن بيقول الحكومة تبص لموارد أخرى أو مصادر أخرى عشان تزود مواردها.